ومن الأخبار الهامة أيضاً، دعت مجموعة الأربعة المتمثلة لدولة بنين وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والمنتجة للقطن، دعت إلى إنهاء سياسات دعم القطن في دول مثل الولايات المتحدة والهند والصين والتي تؤثر على أسعار القطن المحلية، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري 13 في أبوظبي. وطالبت أيضاً بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها حتى الآن. وقال وزير الصناعة والتجارة التشادي إنه على مدى السنوات العشرين الماضية استمرت اختلالات السوق التي تم التسبب بها لتجارة القطن في تعريض حياة الملايين من منتجي القطن في إفريقيا للخطر.